زقزوقه يا محمود. هتتعوض يا عسل. مهما ركبت مش حاضر انسى يوم ركبتها وجريت بيها وانت تصرخ ورايا يا ستي يا بتاعت الانجليزي. ما تخافش يا عواد، الرحيل جدرنا واللي زينا ما لهمش لا عنوان ولا مكان. نفسك راحت للسمك ككسد نفسك ان شاء الله ما شربت ولا كلت. يا كبار يا ظالم، اروح منك فين؟ اروح منكم كلكم فين يا جبابره؟ بقول انك خاين خبيث، اول مره اكشف الوش البريء اللي خدعتني بيه 22 سنه جواز. انت تعمل معايا انا كده يا سليمان ليه؟ عشان مره واحده احتجتني فيها وما لقيتنيش تقوم تروح تعجر بنت صايعه من الشارع وتوديها شقه طيبه عشان تدلعها؟ العشر سنين الاخيره موهبتك بقى شكل تاني خالص، زي دورك في المسلسل ده مثلا. دي كانت شريره فظيعه. انا مالي ومالها، انا بتكلم عن قصدي اتشتمت شتيمه. لا لا بس ادائك كان 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 اداء يعني كان كان تمثيل حلو قوي. شاهيناز كانت جباره. في حمد عز كان تمثيلك حلو. لا يعني بصي هقول لك على حاجه، بقى تمثيلك مش دوره بتاديه، بقى تمثيلك فيه جمال يعني حلو بقى، مش عارفه مش ما قصدك. لا هي زي ما قلت لك، هي السن بيخلي الواحد يختلف. ممكن وانت صغيره بتبقي مهتمه بشكلك بلبسك فاهمه، كل ما بتكبري بتاخدي الامور بشكل مختلف. لا انا عايزه ابقى الممثله الشاطره اللي هو مش بمثل، انا مش عايز احس الناس ان انا بمثل، فبتندمجي جدا في الشخصيه. يعني في مشاهد ما انكرش بعملها بترعش، كلي بلاقي نفسي كلي بترعش. يعني يمكن مسلسل اخرهم نقطه ضعف كان مع النجم جمال سليمان، في مشاهد فعلا بعد ما بخلصها المفروض ان بنهار في العياط، بقعد ربع ساعه اعيط بعديها وبترعش، ويعني لانك بتبقي عايشاها قوي. بنتي ده يا قذره قوي قوي، بلاش غير بنتي يا مريم، بلاش غير بنتي. انا بجد هتجنن، يعني لو كنت انا رجعت له ما كانش هيعرفها، يعني لو ما كانتش رباب ظهرت، لو ما كانتش المقابله باظت، لو كنت انا وافقت ورجعت له. فريد شوقي طبعا بالنسبه للسينما هو حاجه كبيره جدا، حاجه مكانها محفوظ، بس الى اي مدى شايفه انه بقى فيه اهتمام بذكرى وفاته وذكرى ميلاده؟ والله هو مش فريد شوقي بس، يعني للاسف احنا دايما بيبقى فيه مفيش الاهتمام المفروض، يعني خصوصا جيل العمالقه، مش فريد شوقي بس، يعني ام كلثوم، فريد شوقي، عبد الوهاب، عبد الحليم، اعتقد انهم لازم ياخدوا اهتمام اكتر من كده بكتير. يعني انا بحزن لما بلاقي الاهتمام على قنوات فضائيه مش تلفزيون مصري يعني كمان، يعني فلازم يبقى فيه اهتمام. الناس دي يعني في اجيال طلعت على ايديها، في فريد شوقي الهيرو البطل ده، في ناس ملك الترسو، يعني في ناس يعني اتحفرت جواها الجدعانه وابن البلد من فريد شوقي. كنت بتساليه على فكره ان هو ملك الترسو او فكره البطل اللي لا يقهر، يعني أميتاب باتشان بتاع زمان، يعني كان بيحكي لكم على الفترة دي ولا لا؟ طبعا هو طبعا جسمه ساعده جدا، يعني برضو الفيزيكال عليه عامل كبير جدا، يعني ان هو يضرب ويكسر، وكانت السينمات يعني كأنه مسرح، كان في تسقيف بيبقى فظيع في السينمات يعني. وحتى حادثة فيلم الفتوة، لما السينما اتكسرت في فيلم الفتوة، ازاي فريد شوقي ياخد بالقفا؟ كان بدايه الفيلم، هو راجل صعيدي جاي من الصعيد ويشتغل في السوق الخضار يعني، فتحيه السوق عندهم اول ما يخش انه حد يضربه بالقفا يعني، فالسينما اتكسرت، اللي هو ازاي يعني انتوا بتهزروا؟ فريد شوقي ما يتضربش، فريد شوقي ما يتضربش، وكمان صعيدي ما يتضربش برضه.
الله يسامحك. صحتين وعافيه على بدنك يا تل. صحتين على ايه؟ على القلم اللي اتلزقته على قفاك، بقى واحد زيك طويل عريض، يفصلوا منه اتنين، يتلزق قلم على قفاه ولا يشيلش ايده ويردهوله تاني. الناس تقول خير يا حسنان. واللي عملوا فيه ده خير؟ ده انا حرمه لو واحد عملها فيا وديني لشرحه، لكن انت ما عندكش نخوه، يا وقت تمك فيك. ما تسمعش كلامها يا ابني، خلينا في اكل عيشنا. وانت بخفتك القويه عايز تاكل عيش هنا؟ دول ياكلوك حب وغنمتهم اللي خلفوه. ما انا ما اقدرش اضرب حد. الله يرحم. اقول لك ليه؟ اصل امي كان عندها جاموسه في سن حضرتك، نطحتني خبطتها زوجة طبت ساكته. من هم امي حرجت عليا ما مدش ايدي على الناس اللي يكونوا في سن المسجد. انت احلى فيلم بتحبي الفريد شاويه. يعني كل افلام اللي انتاجه، لانه بجد بيبقى مختارها بعنايه كبيره جدا. يعني في فيلم لا تبكي حبيبي العمر ده انا ما اقدرش اشوفه خلاص دلوقتي، نوت اني مور، يعني بالنسبه لي موضوع منتهي، يعني لان هو الفيلم اوريدي كئيب جدا، يعيط بزياده يعني. وكانوا اياميها حتى في السينما وقعد 32 اسبوع في السينما اياميها. وكان يقول لك الفيلم ده تذكره التذكره وتاخد علبه كلينكس مناديل. يعني يعني مناديل على اساس ان انت عياط ملوش حل. وانا مثلت فيه على فكره، كنت مسغوده صغيره في لا تبكي يا حبيبي العمر. ما مثلتش، بس هو كان في زفه لاستاذنا نور الشريف الله يرحمه، ومفروض فنانه ميرفت امين، نازلين زفه هو بيتخيل ان ابنه يعني واحنا نعيط. انا فاكره المشهد فكنت انا وعبير اختي واولاد اخواتي اللي لابسين ابيض ونازلين على السلم في الزفه. يعني حوار قديم ما بين الملك فريد شوقي وحرم والمصون بيتكلموا عن تربيه البنات. مدام سهير، انا سالت الاستاذ فريد عن رايه في الفرق بين تربيه البنات وتربيه الولاد، انت رايك ايه؟ والله انا اول مره ابقى ام البنت يعني، فمش عارفه. انا بتاع الام المفروض تبقى اخت وصديقه قبل ما تكون ام كمان بالنسبه للبنت. بالنسبه للبنت قبل ما تتجوزي الاستاذ فريد كنت معجبه بيه كممثل؟ طبعا كنت معجبة بيه، وكنت متابعة جميع افلامه تقريبا من زمان. طيب ايه الافلام اللي عملها وعجبتك والافلام اللي ما عجبتكيش؟ اللي عجبني جعلوني مجرما، و فتوة، و رصيف نمرة 5، و حميدو برضه حلو، وعثمان الجبار ده اخيرا اخر حاجة عملها، اخر حاجة عملها حلوة يعني. طيب ايه اللي ما عجبكيش؟ اللي ما عجبنيش كتير حقيقي. قول ولا ما تقولش؟ لا تقول يا ريت عشان المنتجين يحرموا يعملوا حاجات. طب يا استاذ فريد، لو ما كنتش ممثل كنت تحب تصير ايه؟ والله انا اخترت لنفسي وانا عيل صغير يعني سن 8 سنوات 9 سنوات ان اكون ممثل فعلا يعني. يعني الى جانب دراستي واشتغلت مهندس 8 سنوات لغايه ما افتتح المعهد العالي الفني التمثيل واشتغلت، حصلت على الدبلوم واحترفت بقى التمثيل. طب يا استاذ فريد، احنا كلنا عارفين انك اهلاوي، وعارفين طبعا انك قاعد مستني ماتش الاهلي دلوقتي واحنا قاعدين معطلينك، لكن معلش لو كانت المدام زملكاويه او اي حاجه تانية
كنت عملت معاها ايه؟ كنت خليتها اهلاويه. ما كانش هيتجوزها، دي ما فيهاش هزار يعني. فعلا ده كان اهلاوي متعصب. وانتي اهلاوي برضه؟ عيلة فريد شوقي عيلة فنية بامتياز. يعني كلكم الشقة واللي مش شقة والقرايب وكده. فعلا كان في مشروع لإنتاج مسلسل أو فيلم عن فريد شوقي. بس ده يعني ناهد فريد شوقي هي المسؤولة عنه، لأن يعني هي مسؤولة عن كتابته وإنتاجه من فنانة هدى سلطان. ناهد فريد شوقي أختك من أم تاني. فهي المسؤولة عنه تماما. انا معلوماتي عنه مش واضحة يعني، ما لا بس واحد. مش معلوماته كممثلة، معلوماته كبنت فريد شوقي. ما تعرفيش عنه؟ ما اعرفش تفاصيل يعني، ما اعرفش. انتوا متخانقين مع بعض ولا لا؟ والله العظيم خالص. يعني لو في حاجة بتتعمل فريد شوقي اكيد هتبقي عارفاها يعني، او لانه لسه في مرحلة الكتابة يعني. انا عارفة بس مش تفاصيل يعني، لسه في الكتابة. لسه ما خلص. طب وهتمثلوا فيه بأدواركم الحقيقية بقى؟ ما هو ملهاش حل غير نطلع بأدوارنا الحقيقية، ملهاش حاجة تانية. ما عرفش برضو اختيارها هي، أنا ما عرفش حاجة يعني في النهاية الورق. ما عرفش هي واخدة مراحل السنية لغاية فين وبادية منين، تفاصيل دي مش عندي كلها. ممكن التفاصيل تختلفوا فيها، بمعنى انه في حاجات انت عايزة تحكيها هي مش عايزة تحكيها؟ لا خالص. لا ناهد عاشقة البابا يعني. وكلنا على فكرة هو سايب فينا كلنا بصمة فظيعة يعني، كبنات يعني كلنا بالنسبة لنا بابا يعني. طيب هل اتحركتي قبل كده؟ والدك في يوم من الأيام كان اتجوز الفنانة هدى سلطان. ما سألتيهوش عن الموضوع ده قبل كده؟ لا يعني انا اشتغلت معاها هي شخصيا، الله يرحمها. عملنا مسلسل كان اسمه احلام البنات، وكانت طالعه والدتي. طب ومامتك كان موقفها ايه؟ لا عادي خلاص بقى يعني، السن خلاص كان سنين فاتت. وكنا زمان واحنا صغيرين كانت رشا بنت ناهد، احنا كلنا نفس السن، بتبقى مثلا قاعده معاها بنعدي على طنط هدى ونسلم ونطلع، وتعالوا يا بنات تشربوا ايه. بالعكس، لا احنا عيله فالكون كريست يعني. انا دايما اقول ما عندناش مشاكل خلاص يعني، بتحبوا بعض وخلاص، مش مهم. لا انا مره كمان واحنا بنعمل المسلسل ده كنت فريده وملك، وكان عيد الام، فجبنا تورتايه واحتفلنا بطنط هدى، وقالت لي كلمي لي امك، فقلت لها حاضر. فكلمت ماما قالت لي يا سهير بنتنا احتفلت بيا، يا سهير كل سنه وانتم طيبين. وراحت جايبه المصور، وتعالوا تصوروا مع جدتكم يا بنات على فريده وملك وبتاع. لا الموضوع خاص، هي ست كانت طيبه جدا جميله. الله يرحمها. فعلا وفنانه عظيمه. الله يرحمها. مؤخرا كان في يعني موقف انساني برضو صعب، شيرين وجدي بنت خالتك والدها توفى، طبعا بقدم لها التعازي، وكنت في العزاء اعتقد او كده. احكي لي عن علاقتي بشيرين وجدي. منذ الطفوله. يعني علاقه من واحنا صغيرين جدا، احنا تقريبا برضو متربيين مع بعض، واحنا عيله امي مرتبطه جدا، فاحنا مرتبطين ببعض يعني، كل خميس بنتجمع لغايه دلوقتي يعني. الموضوع عندنا مش ان احنا دي بنت خالتي هاي جاي، لا احنا يعني عيله مترابطه جدا. وانكل فاروق الله يرحمه يعني، حتى انا برضو من ضمن الحاجات اللي كتبتها ساعتها على الفيس يعني، انه قد ايه كان انسان طيب جدا، وعمره ما زعل حد يعني بجد، وقد ايه بر بوالدته. هي كمان طيبه قوي. هي جدا طيبه جدا وربنا يخلي لها اولادها يا رب يعني. بكرر يعني، بوجه لها بالتعزيه والرسائل الطيبه. هي دي الدنيا، الله يرحمه ويحسن اليه. في الفتره دي في تغيرات في الخريطه الفنيه يعني، في اجيال جديده داخله وفي منافسه وناس بتاخد فرص حد ولا لا؟ انت شايفه الموضوع مستقر وعادي ودي الطبيعه؟ لا
دي طبيعه الحياه، اجيال بتسلم اجيال، ده طبيعي جدا. وده التويست اللي فريد شوقي عمله، واسفه اني هقول محدش عارف يعمله بعديه. يعني كان بابا دايما يقول لي رسالتي، انا خلاص بقيت فريد شوقي، رسالتي دلوقتي ان اطلع وجوه جديده واقف جنبهم واخد بايديهم. ولذلك هتلاقي هو فعلا ساعد ناس كتير قوي. يعني فيلم بؤساء كان اول مره ليلى علوي تطلع، اول ظهور ليها في عمل، كانت صغيره خالص. كانت صغيره. ناديه لطفي في فيلم سلطان، ده اول بطوله ليها. فبابا كان مؤمن جدا بان رساله الفنان ان هو يطلع اجيال كتير، ويطلع مخرجين ومنتجين، وقف جنب منتجين كتير، وده الطبيعي وده الصح. فيمكن السويتش ده او النقله دي مش كل الناس قدرت تعملها، يعني ما زالوا كله متمسك بمنطقته. وهي الحياه مزيج ما بين جيل وجيل. يعني انت بالنسبه لك مستوعبه كويس انه طول الوقت، او خليني اقول مش يعني ده هو لصالح المهنه دي، انه طول الوقت يبقى فيها ناس جديده. طبعا ده طبيعه الحال، هي كده الدنيا كده، لازم ناس بتسلم لناس وكل واحد. يعني انا مش هفضل اعمل دور خريجه الجامعه، ما انا كبرت لازم بعد كده هبقى ام، وبعدين هبقى جده، هكذا هي الدنيا كده. فبالتالي اكيد ممكن يبقى مساحه الولد الصغير اكبر من مساحتي في الدور ده. امر طبيعي على فكره. طيب عايز اسالك سؤال بقى، لو انت اعتزلتي السوشيال ميديا مؤقتا، احناش عارفين هترجعي تصلحيها تاني امتى. على فكره انا لا عندي فيسبوك ولا تويتر ولا اي حاجه. شاريه دماغك، برافو. يعني ما عنديش طاقه، لازم اعرف كل حاجه بتحصل. انما فكره انك تتعامل مع كل الكم ده من التداخلات بتهيألي احيانا بيشوش. مش ما هي طاقه سلبيه ساعات، مش عارف، انا بحب اتعامل مع الناس الحقيقيين مش الافتراضيين. ايا كان، انت بقى هتعملي ايه؟ هتتفرجي على التلفزيون ولا هتقري جرايد ولا ما انت لازم برضه بشتغل. انا عندي مسلسلين. ايوه بس ما لازم لما هتعرفي احوال الدنيا بقى ازاي. انت من الناس بتتفرج على التلفزيون؟ لا لا، قليل قوي. لا انا مش، بصي انا مقرره جوه نفسي مش هسيب حد يديني طاقه سلبيه، ده قراري، مش هستسلم لحد ان يديني طاقه سلبيه، ده قرار يعني. فانا ما بحاولش ان انا لما احب مثلا اعرف حاجه عن موضوع ما اخش واعمل ريسيرش واقرا واعرف، ما لان السوشيال ميديا زي ما انت قلتي فيها كذب كتير جدا، وفيها اشاعات كتير جدا، وفيها تضليل، وفي حاجات طبعا صح. فليه انا يعني، ما انا بعرف اقرا كويس قوي، اخش واعمل ريسيرش واقرا واعرف الموضوع منين بالظبط وكده. بس يعني هترشدي علاقتك بالسوشيال ميديا، يعني هيبقى هتقننيها شويه. الى حد كبير. انت كان ممكن تقعدي قد ايه بتتابعي؟ لا انا مثلا بيبقى يعني ابقى مثلا مستنيه اعمل مشهدي، فانا قاعده وهم بيعملوا مشهد تاني، المشهد ده بقى ياخد ساعه ونص، فبتسلى. فبعمل ايه؟ بروح داخله على صفحتي مثلا كاتبه كومنت حاجه تضحك، مصوراني اقول لهم انا قاعده اهو مستنيه اصور. يعني ان انت يعني هي كده. لكن يعني كل ده كان بيبقى لطيف، ما حدش بيجي جنبك في حاجه. لكن اول بقى ما تخشي في مرحله اللي هو كمان حد يبقى عنده راي تاني غيرك. ما عنديش مشكله الراي التاني، بس انا ما بحبش انك تفهميني غلط. انا بتكلم في حاجه انسانيه، انت ليه بتحوري بموضوع وبتجيبيها السياسه؟ انا مش ده بالسياسه خالص، انا اعتزلتها ماليش فيها، يعني خلاص مش عايزاها يعني. فاللي هو ده اللي يعني من هنا جت المشكله. فقررت فيما بعد قلت ولا هيك ولا هيك ولا ليه. ومش هتبطلي تحطي صور حلوه عشان يقعدوا يقولوا له دي فوتوشوب وبتاع؟ ومش هتبطلي؟ لا هحطها ويقولوا فوتوشوب واضحك وعادي جدا برضه. وتحطي اللينسز واللي يزعل يزعل. وحاطه لينسز اهو دلوقتي برضه، عسل يا اللي يزعل يزعل. رانيا فريد شوقي، كل اللي بسمعه عنك من زملاء ليكي او ناس اشتغلوا معاكي كلام في منتهى الود والطيبه. الحقيقه انه يعني عارفه في ناس الواحد يحس كده انه يعرفهم من غير ما يقابلهم،
انا بيتهيالي ان انا عرفتك من كتر الكلام اللطيف والطيب اللي بيتقال عليكي من اي حد اشتغلت معاه. الحمد لله رب العالمين. بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق في مسلسل المغني وفي المسلسل اللي وقفتوه عشان وهتكملوا بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. لا هو كان في مسلسل قلته يعني قلته هنعرضه بعد رمضان. لا ما هو بعد رمضان. سلسلة دم ده بعد رمضان ملوش علاقه. لا وفي كمان واحد ثالث. لا استني بس في واحد ده فتحي البهاب ايه هيتعمل في رمضان؟ لا ما اعرفش بس احنا خلصناه خلاص. ما هو ده اللي انا قصدي ان هو اتاجل. انا يعني سمعت انه بعد رمضان او حاجه زي كده. ممكن في العلب ولا مش في العلب ما شاء الله. حلو. رانيا فريد شوقي بتمنى لك السعاده وانك تهنئي ببناتك وببيتك يا رب وزوجك. ميرسي ميرسي رانيا فريد شوقي. أرقام المبيعات أنا اتخضيت. فكرة الثقافة الشعبية اللي هي تبقى في متناول الناس. خصومات تبدأ من 50%. صور أزبكية بشكل جديد. أنا فوجئت بحجم الإقبال. إذا كان هناك شيء خارج هذا فلا حصانة لأحد. لو ده مش مع ده يبقى في مشكلة. مفيش حد فوق القانون. ونحن نقابة الصحفيين إحنا ملوك الكلمة المكتوبة.